لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. حضرتك ست أم طاهر؟ إيه أنا. هذا الظرف لك. من مين؟ بس تفتحي بتعرفي شو هو. تعقلي من مين؟ شو في أمي؟ ما بعرف، هذا الزلمة إجا عطاني الظرف. مهاري؟ لحظة شوي. بعتذر منك، هدول مصاريكي وسامحيني بالأرباح. هدول مصارينا بعتنا ياهم الأستاذ فواز. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مال حلال، مال حلال. والله شاء، والله شاء، الحمد لله. بتقدرني والله لجوزك فيهم. في واحد بيعمل مشاريع رابحة 100%. موتينا خوف عليكي. والله أنا وبابا عن جد كنا كتير زعلانين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. يلا حبيبي كول فطار. بحبك أنا أمي. لك دخيل قلبك أنت إيه؟ كول حبيبي كول. يلا فطار. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا. الاستاذ ماجد قلنا وصولكم بس انتوا بكرتوا شوي. يلي بعمرنا وقته معه وما لنا مستعجلين على شيء. اهلا وسهلا، كم يوم رح تشرفونا؟ تهاوين رب العالمين. بعنا بيتنا وبدنا نسافر لعند اولادنا بس ناطرين الفيزا. بقى امتى بيجينا خبر من السفاره؟ الله اعلم. ميت اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير استاذ صباح. ما بتصور تطول الفيزا الا لحالها. خلينا نودع الشام قبل ما نسافر، يمكن ما نقدر نشوفها بعد هالمره هاي. بعد ما سافروا الاولاد وبعنا هالبيت ما عاد قلنا فيها شيء. كيف يعني ما عاد قلنا فيها شيء؟ الشام كلها قلنا. كيف يعني ما عاد قلنا فيها شيء؟ يعني ما صدي ما عاد قلنا مطرح ننام فيه يا امل. قد ما قعدتوا اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا، يسعد صباحك. اسف اذا نطرتكم كثير. ولا يهمك ولا يهمك. اتفضل خلينا نستلم البيت. عنك عنك. لا والله ما بدي اعزمك. شرف. تفضل. ولي سارة، لا تكوني وعدة همام يجي لهون. شوفي لبنى، انت إلك حق عند همام ولازم تاخدي. حق شو؟ لحظة، خليني كمل. كملي. همام إله حق عندك ولازم ياخده. يا سارة، أنا مسامحته بحقي بس ما بدي شوفه. ولي علينا نحن البنات، هيك دائما، عيني فيه وتفو عليه. اختي لا عيني فيه ولا تفو عليه. بس ما بدي شوفه. الله يسامحك، الله يسامحك، لهي الدرجة حاقد علي؟ أنا ماشي.
ورحمة عمي أبو طاهر ما بتمشي. شو أنا لبنى؟ على القليل اسمع الزلمة شو بده يقول. تفضل. شوفي لي هات. خليني أخذت منه قبل هالمرة. وقف يا سوف. وهي كاستين شاي بدون سكر. والإندوية مكتوب عليها إمتى وقديش. بدكم شيء تاني؟ الله يسلمك يا أم طاهر. على كل حال أنا بطلطل عليكم، وإذا لزمكم شيء اتصلوا فيني. لك يسلم دياتك، خلي لي إياك. الله يسلمك يا رب. أم طاهر؟ عيوني. بيلتقى شوفير تاكسي ياخذنا كم مشوار بكره؟ إيه بيلتقى، وسيارات خصوصي كمان. الله يرضى عليكي. شوفي لنا شيء واحد يقضي معنا نهار بكره. إيه على راسي. وإذا سألني لوين مشواركم؟ هون بالشام، تفتيلي. إيه على عيني. يلا عن إذنكم. الله معك حبيبتي. سلم دياتك. الله يسلمك. أنتوا قديش صار لكم متجوزين؟ إحنا؟ مبارح. أمل قصدها مثل كأنه مبارح. الله يهنيكم. مو هذا الدواء، انت الدواء. الحمد لله على السلامة. طمني شو صار معك؟ مش الحال. قابلته للمدير، وكان أحسن مدير قابلته من المدراء كلها. طيب والمعاش وساعات الدوام هدول شو وضعهم؟ صدقيني ما سألت عن شيء. ليش؟ لك الصبح وأطلعت من البيت شفت اثنين ختاورة واقفين برا، بالظاهر هدول جايين يستأجروا بيت ما جاي. يعني شو بدي أقولك؟ الختيار قال هيك كلمة، وقت سمعتها حزت بنفسي وتضايقت منها، ومن وقتها تكركبت. مشان هيك وقت قابلت المدير ما حكيت عن شيء، يعني كانت مقابلتي ما بالشكل اللي كان بدي اياه انا. وشو هالكلمة؟ قال انه بده يودي على الشام. يعني بده يسافر؟ ما بعرف. بس من وقت سمعت الكلمة لهلا وانا متكركب. يا الله قديش حلوه. انا دمع عيوني لما ام طاهر حكت لي قصته. 35 سنه هدول اذا فكروا يكتبوا مذكراتهم رح يطلع معاهم قاموس بالحياه الزوجيه. قصدوا يا جماعه انه انا ماني متمني اني اشلى امراه،
ما كانوا بيطلعوا فيني هيك، يعني قصدي اللي بيعيش لعمره بيصير عنده قاموس بالادويه وبامراض الشيخوخه، مو قاموس بالحياه الزوجيه. ايه بالله بلا مسخره. ما عم بتمسخر فاتن، شو بكي؟ انا قصدي على العمر، يعني العمر حلاوته بالشباب. لا لا، كل عمر له حقه وله وضعه، له حياته. هيا ابو عمار يغزي العين، شيبته بتشهي. ايه سيدي، انا بحب عمري، وبيني وبينك لما تفكر اني بدي اصير ختيار بخاف كثير. لا الصراحة هي الحق معك فيها. أنا الله إذا رزقني ولد ما رح خليه يسافر أبدا، لو بيقطع لي راسي. تخيلي نعمة، أنا أقعد ربيه لسامر وأتعب عليه، آخر شي شو؟ اللي حامل حالي ومسافر لبرا. هيك لطيف. شو بنا مي؟ إذا مستقبل الولد برا ليش لا؟ لا حبيبي، أنا ابني مستقبله هون. بتعرفوا إنه أنا بحياة أمري ما فكرت اني سافر واترك البلد، مع العلم صح لي كثير. انت لانه متعلق بابوك وامك كثير. ايه وهن متعلقين فيني، فما احلاني والله احمل حالي وسافر واتركهم. انا جعبالي اعملهم زياره لفاضل وامل. رح اروح معي. بس بركي تضايقوا. لك لا، هدول اثنين وحدانيين قاعدين لحالهم، بحبوا العالم تجي لعندهم. هلا صباح الخير ابو عبد الله. هلا وصلني لعند اهلي. بس هذا شو شو في وين صار؟ يخرب بيته. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا رب دخيلك. حارس التغطية الله يسود وشه. خير ام طاهر؟ شوفي الشوفير اللي نحن مربطين معه مشان يجي ياخذهم عم يطلع خارج التغطية. طيب بتلاقي لنا واحد غيره. طيب انتوا لوين رايحين؟ اذا كنتوا على طريقنا بناخذكم معنا. تسلم تسلم، نحن فتلتنا طويله، بدنا تاكسي تضل معنا، ونحن ما خرج نضل بالطريق ننطر تاكسي. طيب يعني نحن اذا اخذناهم معنا على طريقنا، انت بتقدري توصلي لصاحب التاكسي يكون معهم هنيك ويرجعهم بعدين؟ ايه لكن رح ضل اتصل فيه لحتى يرد. اعطيني رقم موبايلك وببعث لكم اياه مطرح ما بتكونوا. معناتها نحن سابقينكم. حمل السياره تفضل. والله انا مو حافظ رقم موبايلي، بس هاي موبايلي وسجل الرقم هون. ايه على راسي. الله يرضى عليك. ابو حازم، ما حلوة توصلنا لهون بلا ما تشربوا شيء. تفضلوا 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 معنا. على هذا الكرسي كنت قاعدة. تتذكر أنا ومين كنت قاعدة؟ إيه أنت وسلام، كنت لابسة الفستان الأبيض ومعان أكت بالجامعة. كأني خايفة حدا بده يخطفهم منك. إيه وأنت كنت لابس بنطلون رمادي وقميص أبيض. إيه وكنت عامل حالك عم تدرس، بس أنت ما كنت عم تدرس، أنت كنت عم بتحاول تطلع بسلام. بسلام؟ أنا أطلع بسلام؟ إيه لا تقلي إنه كنت عم تطلع فيني أنا. كنت عم بتطلع فيكن أنتو التنتين. لا مو صح، أنت كنت عم تطلع بسلام لوحدة. لا مو مزبوط فاضل، أنا كنت لابسة فستان أزرق غامق، وسلام هي اللي كانت لابسة الفستان الأبيض. شو يعني عم تحطي على عيني؟ لا ما عم بحط على عينك، بس عم بحكي لك القصة مثل ما صارت. يمكن قلت لحالك لا تكملي، انت غلطانة، يمكن خربطت بينك وبين سلام باللبس، بس انا كان بدي احكي معك انت. يمكن يمكن. طيب فرضا انا كنت حابب احكي مع سلام، انت ليش وافقتي تحكي معي؟ ومو بس حكيتي معي، لا وتجوزتيني كمان. سلام كانت الاحلى، والكل معجب بسلام، هو الكل بيحب سلام. قلت لحالي أنا مو أنقص منها، أنا كمان بدي أثبت لرفقاتي ولسلام إني أنا كمان إلي معجبين، وفي شاب أعجب فيني وحبني.
وهذا الشاب كان أنا. أي كنت أنت. يعني أنا كنت وراء بين يديكي وما حبيتيني. لا ترجي الناس ورفقاتك واللي حواليكي إنه أنت البنت المرغوب فيها. ما عاد بدي إياكي نهائي. طول بالك سيد فاضل، وين رايح؟ سيد فاضل؟ معقول يا أمان؟ معقول عم تحكوا بقصة من 45 سنة فات الأوان عليها؟ هو الحق عليه. ليش جابني لهون؟ جابك لهون لحتى تسترجعوا ذكرياتكم. لا يا ستي مو هيك، هو قاصد يجيبني لهون مشان ارجع اتذكر قصة سلام. يعني معقول عم تحكوا بقصة من 45 سنة وكأنه صارت مبارح؟ أنا قايمة امشي. سلام غصة بقلبي. يعني كان يشوفها بعد ما تجوزته؟ شو قصدك؟ بس كان في علاقة بينه وبينها؟ أم حازم ديري بالك على كلامك، فاضل اسم على مسمى، ما كان في علاقة بينه وبينها ولا مع غيره. حقك علي، ما كان قصدي. سلام كانت صديقتنا بالجامعة وخطب صديقنا وبعدين جوزها هو أخذ معه على اللاذقية. لا تتصل بحرمتك، بعرف وين راحوا. وين؟ مثل العادي بتكون حرداني بنفس المكان اللي بتحرد فيه على طول، وبضلها تستناني هنيك لروح صالحها. المهم هلا بدك تروح صالحها ولا ما رح تروح؟ لك اخ نسوان بضل عقلهم صغير، بس عقلي اصغر وما بدي روح. بتصطفق لك وينك؟ يا فاضل على مهلك، على مهلك، لك جاي معك على مهلك. بعرفه عنيد وما بيحط طواطي. طيب شو يعني؟ رح نضل قاعدين هون؟ ايه هلا بقلك ليش. ليكي اسمع شو بدي قلك. هاي اخر مرة. بتتذكر اخر مرة حردت فيها واجيت لهون؟ من 15 سنة وقتها ابننا جهاد قرر يسافر وانا شجعته وانت ما كنت رضياني. ما كنت رضياني لانه ما بدي اياه يترك الشام، لانه شايفة هذا اليوم قدامي رح نبقى لوحدنا واللي حسبته صار. كنت عم فكر له مستقبل احسن. ليش من شو بيشكي مستقبله بالشام؟ بكفي إنه بين أهله ورفقاته. هذا اللي الله كتب له. أنا تعبت وإنت صار وقت أدويتك، خلينا نمشي. شو عمك حاكي لحازم؟ يقبر قلبي، يعني ما أقول ما حاكي. امشي امشي. وين يلا سلامة، وين رايحين؟ كنا جايين لعندكم زيارة. ايه بعرف، ام طاهر قالت لي انه بدكم تجوا لعندنا زيارة. يا اهلا وسهلا، بس قلنا لوقت اللي تجوا انتوا نخطف حالنا على الصيدلية، بدنا ناخذ شوية أدوية. ايه لا، أنا كمان بدي شوية أدوية، فهلا بخطف حالي وبخطفكم بالسيارة، بنجيب الدواء وبنرجع. ليش لنرجع؟
هلا منروح نجيب الدواء ونطلع مشوار، انتوا بتنبسطوا وبمعيدكم انا بطلع. يلا خير ان شاء الله. والله والله فكرة حلوة. اي والله شرف. يلا شرف. تفضل. طمني كيف الصحة؟ والله الحمد لله على دواء اللوز نابت نبات ابو عزو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالاستاذ فاضل وجماعته. اهلين. والله يا عم يا ابو عزو يسلم الايدين. لك ليش هيك متغير وكبران؟ صدقني لولا صوتك ما عرفتها. على اساس يعني انه هو الشب. سيدي هذا ابو عزو كنا ناكل عنده فول من 30 سنه بقاسيون. ايه ايه اهلا وسهلا تفضلوا. بالمهلي استوى اللوز يا حبيبي استوى اللوز. شرفك تعي والله اشتهيناكي. يعني فقست الزياره؟ ايه عرفتها. من مايز؟ لك ايه. هيا بتجي. خلص لا تتحججي، جيبي شادي وتعي. ماشي حبيبتي جايين، حخبر شادي. يلا الله معك. شادي جاي. هيا تمام. مش شايفين هالاطلاله محلاها؟ يا كثير حلوه. ما شاء الله. شو هالفول الطيب؟ والله هذا هو نفسه. من ايدي لو على قطوي ابي اسف. بس كبران شو؟ كبران كثير. ليش ما جبنا مرقة فول؟ ايوه تكرم عينك عمي ابو العزو. مرقة فول عمي ابو العزو بمعيتك. حاضر يا روحي حاضر على راسي. كل اللي بدي اياه منك انك ما تكوني زعلانه او حاقده علي. انا بعترف بغلطي وبعترف بانه لك حق علي وعلى اهلي. خلصنا بقى لبنى، فرديها شوي. خلصنا. طويناها للصفحة. شفتي ما أروقك وما أحلاكي؟ بس عندي شرط واحد همام. بعمرك ما تستهين بمشاعر أي بنت. يعني ما تكون مثلك مثل أي شاب بس بده يوصل للبنت بدون ما يفكر بمشاعرها وأحاسيسها. بصراحة همام أنا معه بهذا الحكي. يعني أنا بعرف قديش في شباب قادرة تضحك على البنات كل يوم وتكذب عليهم. مشان هيك ما لازم تكون مثله. شبكاً تكاثرتوا علي انتو التنتين وحملتوني أخطاء البشرية كلياتها. نحنا ما منزعل غير من يلي منعزم. وأنا موافق وهذا رح تاخدوا وعد مني. ولا بنت. إن شاء الله ألف صحة. على قلبك يا حبيبي. كله ما تاكلوا. لا تكتر مشان اسيدوريك. لك يا امل يا امل وصلنا للعمر هذا لسه عم تقولي لي لا تقرب على هي ولا تاكل هي. شو ساوي يعني؟ بخاف عليك. عمو امتى عيد زواجكم؟ شو خطر لك تسالي هذا السؤال؟ يعني هيك مجرد سؤال. طيب عم تسالي انت يعني اليوم اللي جوزنا فيه ولا اليوم اللي طلبني فيه اتجوزه؟ يا ستي الاثنين. من 45 سنة طلب مني إني أتجوزه وقال لي يا أمل أنا بحبك وما بقدر أعيش من دونك. وبنفس اليوم تجوزنا. مزبوط. بس أنا ما قلت لك إنه أنا ما بقدر أعيش من غيرك. هي أنت قلتيها. أي مزبوط أنا قلت لك إياها بس بعد ما أنت قلت لي. أنا؟ إيه ما بتذكر القصة صارت هيك. لا. لا, 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 لا أنا بتذكر منيح. هيك صارت القصة. خلاص مو مشكلة. يعني إمتى عيد زواجكم؟ لا عمو مشكلة لأنه هي عم تقول لي شي ما حكيته. طيب رح أسايرك أنا. هلأ أنت بتقدر تعيش من دوني؟ لا. لك ليش مستكبرة على حالك؟ ماني مستكبرها لأني أنا بحب أقول الحقيقة. ماشي خلينا نسأل أبو عزو. وشو دخل أبو عزو بالموضوع؟ ايه ابو عزه هو الشاهد لاني انا بتذكر لهلا كان عامل حاله عم بيشتغل ودانه كانت عنا وقت اللي وقفت على الصخره وصرخت انا بحبك يا امل ما بقدر اعيش من دونك. سعيد كان عم بيشتغل بس كان داني عنا. ابو عزه سمعت لي شي مره عم قلها للست امل انه انا ما بقدر اعيش من غيرها؟ مرات حبيبي مرات. ما بتتذكر لما كنت تجي على راس الجبل وتوقف على الصخرة وتنادي وتصرخ أمال أمال أنا بحبك يا أمال ما فيني أعيش من دونك يا أمال. فضحه بق كل شيء ببطنه. أنت كنت عم تشتغل ولا عم تتنصت على الناس يا أبو عزو؟ حبيبي أنت كان صوتك عالي ما كنت عم توشوشها.
هنا عم بعدين ما كان كل هالقد العمار منتشر، كان قليل، ويوميتها علي الجيرة وزيرة الجيرة يمكن فيقت نص الشام، وقفلتها بالشعر الكلام الحلو اللي قلت لها. أنا مهما عبرت بالكلمة أكثر من الكلمة بحبك، اسمك كتبته بقلبي واسمي كتب بقلبك، رسمت صورتك على كفي قلت لها ده الصورة تدفي، دفيك بحناني وحبي، دفيك لتقولي بكفي. أنا هذا كلامك لهلا حافظه، لهلا حافظه. سمعتوه؟ إيه ما بدك كل هالخجار، يعني أنا لو فيني كمان كنت بوقف على الصخرة وبقول لك بحبك يا فاضل وما بقدر عيش من دونك. صحيح أنت ما صرختي وقلتي بحبك يا فاضل، بس أنت كتبتيها، حفرتيها. وين؟ بقلبي يا أمل. حكاية حب بتمنى الكل يقراها، طول عمر الحب بين اثنين، هالمرة الحب صار بين ثلاثة، فاضل وأمل والشام بيناتهم على شجر الكينة يلي عمره ميات السنين كتبوا حكايته. فاضل وأمل والشام حكاية حب واحدة، 35 سنة خلصوا من عمر الحكاية، ولسه الأيام جاية، في 1000 سنة جاية، يمكن فاضل وأمل يروحوا بس الشام رح تبقى. عنجد حبابين هدول يا جماعة. شو هاد لك مايز؟ شو هالكتابة الحلوة هاي؟ شادي رح نوصل لعمرون ونضل نحب بعض مثل ما بيحبوا بعضه؟ سنين العمر مو مهمة، المهم شو رح يبقى. بعد ما شفتهم حابة أعيش مثل ما عاشوا، بتمنى يجي اليوم يلي يكتبوا فيه عن ميس وشادي. بالشام في 1000 قصة حب أحلى من قصة فاضل وأمل، وما حدا كتب عنهم، بس هن موجودين. الأستاذ فاضل مبين عليه زلمة محترم. إيه والله، مربى وأكابر، ومرته أكابر كمان. ألو، أهلين ست أمان. دخيلك يا أم طاهر، لاقي دكتور بأي طريقة، ما بعرف فاضل غاطت على قلبه. شو؟ مو حاسس بشي أبدا، بسرعة الله يخليكي. يلا يلا، قوم قوم، جيب الدكتور أحمد حسن. أمي أحمد حسن هذا دكتور أسنان، أنت قصدك أخوه؟ إيه إيه أخوه. يلا راح طاهر. فاضل 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 رد علي، فاضل 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 رد علي. طمنا دكتور، زلمة وضعه كتير صعب، بده على المشفى. يا لطيف، يلا خذوه على المشفى. يلا 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 يلا، ساعدوا ساعدوا. بسم الله بسم الله، على مهلك على مهلك. يلا يلا بسم الله، على مهلك بسم الله. يلا والله ما كان معي شيء، استفعدت الله رحمه. يلا يلا يلا. طمني، مرقت على المشفى؟ يعني الصراحة ما صح لي. الله يسامحك، أمنت فيك. إيه كنت رحت أنا. الرجال نفد منا وعين الله عليه، لك نص أهل البناية عنده بالغرفة. إيه مو حلوة، مو حلوة كمان نتركه لحالهم. هلا أنا جايكي بقصة، لا تدخليني بقصة تانية، الله يرضى عليكي. قصة شو؟
القصة لحظة لحظة. ألو، أهلين ميس. إي والله الحمد لله على سلامته. قال طالعوا للأستاذ فاضل. يلا لكان، عم بستناكم أنا. الله معك. إيه قلي شو القصة؟ القصة يا ستي إنه رحت اليوم وقعت عقد الشغل. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي. ألف مبروك. الحمد لله على سلامتك عمي فاضل. دور البيت عمرو. الله يعطيك العافية. خوفتني عليك. حلي بتتعودي، حلي بتتعودي. هاي مو أول مرة. يمكن رب العالمين عم يبعث لك إشارات مشان إذا إجت الساعة. خلص خلص فاضل، لا تكمل سكوت. كرمال الله سكوت. أنا ليل ونهار بدعي لربي، بنام وبفيق وبدعي لربي يكون يومي قبل يومك. بدك تتركيني لحالي، لا تكوني أنانية، لا تكوني أنانية. أمل، أنا ما بقدر أعيش من غيرك. أيوة، شو رأيك؟ انده لكل الجيران، خليه يسمعوك، عم تعترف فيها؟ أنا إمتى أنكرتها يا أمل؟ أنا يوم اللي وقفت على هديك الصخرة بآخر الخط صرخت بحبك، اعترفت فيها وراح ضل أقولها لآخر يوم بحياتي إني بحبك. إن شاء الله إن شاء الله يكون عمرك طويل يا رب. أمل، بدي أطلب منك وعد. إذا الله كتبنا هاي السفرة ما بدي موت هنيك. شو صاير لك فاضل؟ لكرمال الله ليش هيك عم تحكي؟ وعديني. اي نعم، مفهوم مفهوم. يعني اجي على باب السفارة واستلم الفيزا؟ عرفته، باب المراجعين، عرفته. الله يسلم ايديك. شكرا شكرا. وصلت الفيزا؟ ليش هيك معزمين حالكم يا عم طاهر؟ ما في عزاء. يسلم ايديك يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا. ما بدي امزح. ما بصير، الجيران كلهم تحت. شادي خلص بقى، مشان الله انا ما بدي انزل. بس شو بكي انت؟ والله انا مثلك قلبي عاصصني من كل هالقصة، بس ما بصير، لازم ننزل. كرمال الله، انا ما فيني انزل. الله يرضى عليكي.
بدك تنزلي يعني بدك تنزلي. ماشي. عليم الله ما قصرتوا يا جماعة. والله ونحن رح نشتاق لكم. بس وصلوا تحضيرها. مش مستعبك يا عمي. ولكن ستاخذ الزهورات. ابو عمار. الله يجزيك يا رب. طاهر حبيبتي. الله يخير بعلمك. شكرا شكرا. الله يسلمك. ابو عازم. اهلا اهلا. تبع على حالك. حبيبي استاذ. يا اهلا. السلام ان شاء الله. السلام ان شاء الله. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. طاهر كيف الامور؟ تمام. ربيت الاغراض؟ كلهم ضبوا وترتبوا وعلب الحلو موجودة. صفيان معي قرشين من حق البيت اللي انا بعته. إذا لغينا السفرة فيك تأمن لي ولو غرفة ومنتفعاتها من قريبه. نقضي بقية عمرنا أنا ومرتي. موجودة معلم. اتكل على الله. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.